يسعد مساكم مشاهدينا ومتابعينا دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد. نتواصل معكم في أمسياتنا الرمضانية واليوم بصحبة مجمع أبو حسيب التجاري، والشيء المميز فيه أيضا المحلات الراقية والمميزة، أيضا المختار للعطور بفرعيه مجمع أبو حسيب التجاري، والفرع الأول أيضا طبعا شارع يافا مقابل فيفا سبورت. خليكم معنا في هذه الأمسية المميزة مع رائحة العطور الطيبة مع المختار للعطور ودائما مع مجمع أبو حسيب التجاري. خليكم معنا من وراء الكاميرا براء عمر ومني أنا منتصر العلاني. يسعد مساكم، خليكم معنا. مشاهدينا ومتابعينا يسعد أوقاتكم دائما عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد بصحبة مجمع أبو حسيب التجاري، بالإضافة أيضا إلى المختار للعطور، جوائز مباشرة من مجمع أبو حسيب. مرحبا. نعم بخير. بخير هلا بك. الحمد لله هلا بك. كفين. كفين، أهلا وسهلا. شو الاسم؟ عاطف عجولة. أهلا وسهلا فيك. وأنت؟ هدير. بناتك وأنت؟ ياسمين. أهلا وسهلا فيكم. طيب إحنا في عندنا برنامج برعاية مجمع أبو حسيب والمختار للعطور، بتجاوب على السؤال بتاخذ جائزتك مباشرة، ماشي؟ هلا ريحة الأم بتلم، يعني هذا مثل، وريحة الأب شو؟ مرت معك؟ طبعا المقصود هاي مثل عام، دير بالكم يعني لا توصف على أحد. بتخم. 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 ريحة الأم بتلم وريحة الأب بتخم، طبعا هذا ينطبق على الجميع، هذا هو مثل فلسطيني. طيب راحت عليك إلك وليلهم. طيب خدي هاي هنا دخلت المجمع في المختار العروض على الزاوية، تروح تسلميها هلا جائزتك. شو بتحكي له؟ شكرا لكم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معاكم امسياتنا بصحبه مجمع ابو حسيب التجاري والمحلات المميزه والراقي في داخل هذا المجمع، ولا تنسوا دائما المختار للعطور. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ نوره سجل اشكر. يا عيني نوره، كيف مجمع ابو حسيب؟ ما شاء الله عليك كثير. ما شاء الله، والله ما شاء الله عليك، انت بتحكي اكثر مني واشطر مني. طيب نوره، في عندنا المختار للعطور كمان في داخل المجمع، شيء مميز، وفي الفرع الاول عند شارع يافا مقابل فيفا سبورت. طيب انت بتحب العطور؟ لمين اذا ربحتي لمين بدك تعطيها؟ ايه ولا الك؟ لا الي. الك، والله العظيم انك شاطره تعطوهم. مش طيب. طيب اسمعي، كيف انت والامثال؟ منيحه. منيحه. المثل بيقول خبي حطباتك الكبار لايش؟ ليش؟ لعمك مين؟ الجار. شو؟ لعمك اذار. لعمك اذار. خبي حطباتك الكبار لعمك أذر. والله بس هاي الأيام ما بقدرش واحد يخبي، ما هي نار بدون الواسطة، ما فيش داعي للحطبات. طيب نورة، هاي بهمش بهمش، هاي من المختار للعطور مجمع أبو حسيب الدخلة على إيدك اليمين، شو بتحكي له؟ يسلم، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في أمسياتنا الرمضانية بصحبة مجمع أبو حسيب التجاري، يعني أنا الصورة واضحة وإحنا المحلات مميزة وراقية مع مجمع أبو حسيب التجاري. إحنا في جولة خاصة مع مجمع أبو حسيب التجاري والمحلات المميزة والراقية فيه والحصرية، تعالوا على المجمع واكسبوا كمان، مش بس هيك، أسعار وماركات عالمية، ماركات عالمية مميزة. وتحية كمان مين؟ للأمن، يعني بنقدرش نقول لا، يعني الأمن لهم دور كبير جدا في مجمع أبو حسيب التجاري. تعالوا معنا نعمل جولة خاصة أيضا في محلات أبو حسيب مجمع أبو حسيب التجاري، ما شاء الله يعني شيء مميز. وطول كرم تميزت بمجمع أبو حسيب التجاري، أرقى المجمعات في هذه المحافظة. دائما خليكم معنا في برنامج اربح مع مجمع أبو حسيب التجاري والمحلات الحصرية والمميزة والراقية داخل هذا المجمع، خليكم معنا.
بنكمل معكم مع أجواء رمضانية رائعة جدا قبل الإفطار دائما مع مجمع أبو حسيب التجاري والمختار للعطور أرقى مجمع في مدينة طول كرم. يسعد مساكي. الله يسمعك. كل عام وانت بخير. انت بخير. والله لا تربحي معنا. شو اسمك؟ انت بخير. رشا مالك محمد أبو جزمعاوي. أهلا وسهلا. من وين؟ من طول كرم؟ من طول كرم. أهلا وسهلا فيكي. وأنت؟ رؤى محمد فتح أبو ليلى. أهلا وسهلا فيكم. كيف أجواء رمضان؟ بتجنن. بتجنن. شو ضايل للعيد؟ شو ضايل له؟ مش ضايل له. خلينا نودع. كل عام وانتم بخير. انت بخير والصحة والسلامة. الله يسلمك. هلا في عندنا المختار للعطور، هي فتح فرع هون في داخل المجمع. اهلا وسهلا. طيب، هسه بنسألك سؤال صعب ولا سهل؟ لا سهل. سهل. طيب، أنا بدي أحكي منك أنت. السؤال مش من هون، صعب اللي هون. طيب. بس تعطيني. هو موجود وصعب حدا يشيله من إيدك. شو؟ موجود؟ موجود في إيدك وصعب حدا يشيله من إيدك. أكيد الخاتم. لا مش الخاتم. ولا شو؟ الخاتم هذا من كان يشيله، بس في شيء في ايدك ما بيقدر حدا يشيله من ايدك. يما كيف انا وكمان من ايدها؟ الحنة. حنة. الحنة في حدا بيقدر يشيله؟ لا الحنة. طيب هاي جائزتك من المختار للعطور، هي عزاوي تدخل على المجمع على ايدك اليمين. شو بتحكي له؟ شو بحكي له؟ بالتوفيق ان شاء الله، والله كل عام وانتم بخير. مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معكم من مجمع ابو حسيب التجاري. اربح مع مجمع ابو حسيب التجاري والمحلات المميزه والحصريه في هذا المجمع. تعالوا على المجمع واكسبوا الاشي المميز. دائما بدكم اشي مميز بس على مجمع ابو حسيب التجاري، ارقى مجمع في مدينه طول كرم. خليكم معنا في هذه الامسيه المميزه ونعمل جوله في مجمع ابو حسيب التجاري. اجواء مميزه ومحلات راقيه، يعني انا بقول لكم اشي من الاخر باختصار، اشي من الاخر فاخر. خلينا ناخذ جوله في المجمع المميز دائما. تعالوا معنا، شو هالأجواء الحلوة والمميزة مع أبو حسيب دائما المميز. شوف يعني محلات بكافة أنواعها المميزة والراقية والحصرية دائما مجمع أبو حسيب التجاري، ما لكم غيره. صار نازل على الدرجات قبل ما نوصله. طيب إذا دائما معكم مشاهدين متابعينا في برنامج اربح مع مجمع أبو حسيب التجاري والمحلات المميزة والراقية في هذا المجمع. خليكم نعمل قاعدين نعمل جولة في داخل هذا المجمع والمحلات المميزة فيه، يعني أسماء راقية ورائعة ومميزة حصرية. أنا دائما بقول إنه مجمع مميز والأرقى دائما والمميز في محافظة طول كرم. طيب خلينا ننزل نكمل معكم مشوارنا مع مجمع أبو حسيب التجاري والمحلات المميزة والراقية الحصرية دائما مع أبو حسيب. تعال معنا يا براء. براء انت وينك تطلعني يا براء؟ احنا طيب 100 دولار ان شاء الله، 100 دولار من مجمع ابو حسيب التجاري. خليكم معنا في هذا البرنامج مع اربح مع مجمع ابو حسيب التجاري. نكمل معكم مشاهدي ومتابعينا في هذه الأمسية بصحبة مجمع أبو حسيب التجاري دائما المميز والراقي بمحلاته. أنا دائما بقول حصرية راقي، يعني ما فيش فيها جدال، وأحلى وأروع وأرقى مجمع، مجمع أبو حسيب التجاري في طول كرم. مرحبا. هلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف انت ورمضان؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ما ضل شيء، خلص هانت. هانت. اشتريت توعي العيد ولا لسه؟ ايه ان شاء الله اليوم. اليوم من وين المجمع بدك تجيبيهم؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا ستي. شو اسمك؟ دارين وليد. دارين. دارين. برهوس. ايش؟ برهوس. دارين برهوس. طب شو معنى دارين؟ نوع من انواع العطور. انواع العطور، يا سلام. وانا بدي اربحك من العطور كمان، شو رايك يا دارين؟ دارين نوع من انواع العطور، احنا نربحك من العطور، بس ايش؟ شو في هاي بس؟ ما اسم الصورة التي تبدا بقسم وتنتهي بحمد؟ خيارات. خيارات. اعطيك خيارات ان شاء الله. ان شاء الله. الصفات. شو صفات؟ ما تشيل خيار واحد منهم. صفات. ما تشيل خيار واحد. لا انا لسه بتفكري. طيب دارين، بما انه عطور اسمك، هي عطور من المختار تحت الطابق الارضي، تستلميه هلا. شو بدك تحكي له؟
كل عام وانتم بخير وشكرا لكم. شكرا لك، شكرا لك. اذا مشاهدينا متابعينا مع دارين بنكون اختتمنا امسيتنا اليوم بصحبه مجمع ابو حسيب التجاري والاجواء الرائعه جدا والمحلات المميزه والحصريه والراقي في داخل هذا المجمع. خليكم معنا دائما في امسيتنا الرمضانيه بصحبه دائما مجمع ابو حسيب التجاري. مشاهدينا متابعينا بدك انط بنط يا براء، تعال يا شحرود جنبي. يسعد اوقاتكم مشاهدينا، بكون بهاي الجوله اخر امسي بتكون معنا دائما مع مجمع ابو حسيب التجاري. وانا قلت اشاره معينه، تعالوا على المجمع وانتم الكسبانين، محلات مميزه وماركات عالميه، ومش بس هيك مجمع راقي بكل مميز، حتى الامن فيه رائع ومميز. كل عام وانتم بخير، نلقاكم ان شاء الله في موسم اخر من مواسمنا مع برنامج اربح مع مجمع ابو حسيب التجاري. كان معكم في هذا الامسي من وراء الكاميرا براء عمر، ومني انا منتصر العنايه. الى لقاء موسم اخر مع مجمع ابو حسيب التجاري. الى اللقاء. الى اللقاء.